عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولو قال قائل: أين ذكر الصوم؟ أين ذكر الحج؟ مع أن الصوم قد فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، ومع أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، فأين الحج وأين الصوم؟ قال بعض العلماء: إن بعض الرواة اختصر، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا طعن في الرواة، وذلك لأن الاختصار لا يقع إلا في الحديث الواحد، كما في حديث وفد عبد القيس، فإن بعضهم ذكر الصوم والبعض الآخر لم يذكره، فما كان من حديثين فإن الاختصار لا يقع فيهما. ويكون الجواب من وجهين: الوجه الأول، إما أن يكون فرضية الحج قد تأخر، وذلك على القول بأنه عليه الصلاة والسلام بعثه في العام 9 في شهر ربيع الآخر. والجواب الثاني وهو الأحسن، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وهما عبادتان ظاهرتان يقاتل عليهما، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أما الصوم فإنها عبادة سرية، قد يقول القائل: إني صمت وفي الخفاء يفطر. وأما الحج فإنه لا يجب على العموم، وإنما يجب مقيدا حسب الاستطاعة. فأرشد عليه الصلاة والسلام معاذا إلى الحث على الصلاة والزكاة لأن القتال يتعلق بهما،